طب احنا بدنا تنفيذ قرار واحد ولا بدنا اياه؟ القرار 181 اللي صدر عنكم، 181 اللي قسم فلسطين رغم انه ظلم ظلما وعدوانا بس قابلينه. 181 بدنا تنفذوا لنا اياه، ومعه قرار ثاني ليش اللي هو 194، لأن هدول القرارين اثنين هما الشرطان لقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. وتقدم موشي شريت في ذلك الوقت وزير خارجية إسرائيل وقال أتعهد بتنفيذهما، فقبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. الآن للآن لم ينفذ لا هذا ولا ذاك. طب أنا بدي تنفيذ 181، من حقنا قرار واحد حطوا علينا اكسروا عيننا قولوا هاي نفذنا لكم قرار.